محافظ نابلس عطوفة الأستاذ غسان دغلس. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير أبو بكر، يسعد صباحك دائما وصباح نابلس. وطبعا سمعتني، ما بعرف إذا سمعتني ولا لا، كنا بنحكي عن الاحتيال، عمليات الاحتيال اللي بتعرض لها بعض الناس اللي يعني يكونهم خفيفة، واللي أي حدا بطلب منهم الرقم السري للبنك تبعهم بيروحوا بعثينه، ولا هم حسابهم فاضي وحلها يا حلال. بدنا منك تعليق على هذا الموضوع، وبعدين بدي أذكرك اليوم أنه أنت في 3 آذار 2024 كان في قرار تعيينك محافظ. الله يصبحك بالخير. قضيت صباحكم، صباح نابلس، صباحكم صباح الله يرحم شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحفظية لأسرانا. نعم أخي أبو كريم، يعني إحنا يعني كثير مواضيع يعني بالتأكيد يعني أنتوا بتثيروها بشكل يومي، حرصكم على البلد وعلى أهلها، حرصكم على الوطن جميعا، هذا إشي يثمن. تنبيهكم للناس طبعا بالتأكيد، هذه وحدة الحالة اللي احنا بنسعى لها دائما في المحافظة، وأنها هي تكون مثال يحتذى به بكل المحافظات الثانية. وحدة الحال، تنبيه الناس من خطر، من أضرار، تنبيه الناس من أي تلاعب لا سمح الله أنه يصير معهم. وأنا هذا الإشي يعني خطوات يعني إن شاء الله منشيد بها ومنثمن عليها. ومنقولكم بارك الله فيكم أخي أبو كريم انكم تنبهوا الناس لكثير شغلات، مثل الموضوع اللي كان مفتوح، موضوع الناس اللي يعني بينسرق حساباتها او الناس مره احيانا اليوم البطاله كبيره والناس بتتفشل تبحث عن اي شيء ينقذ عائلتها من حاله الفقر ومن حاله البطاله اللي هي بها. فمن احنا انا كمان بثمن عذوركم من كل الناس يا عم انتبهوا، فيش اليوم يعني فيش شيء، في شيء اسمه جوائز، فيش حدا بيعطي حدا ببلاش هيك ولا حدا نهائيا، فيش شيء، هذا كله كلام يعني نهائيا ما في منه. وبدنا نوعى اكثر واكثر. هي اليوم عالم السوشيال ميديا وعالم بيقتحم كل تليفون كل واحد بينا، كثير في قضايا والله لم نستطيع احنا نخرفها على نتحدث بها على الهواء مباشرة، بتحدث مع أشخاص ومع شباب، مع شباب طلاب صغار يعني، وصعب الحديث بها. ولكن احنا بننبه الأهالي كمان ينتبهوا لسلوك أبناء، لا يعني والله لازم نحكي، لازم نحكي لسلوك الأبناء، إبعادهم عن الصديق السوء، إبعادهم عن المخدرات، إبعادهم عن المشروبات والحبوب اللي اسمع أحكي لك شغلة. هذيك المرة بدي أحكي لك سر على الهواء، يعني كان عندي أوجاع ودكتور كتب لي نوع من الدواء، يعني هذا آخر إشي لجأت له، اسمه لاريكا. لما رحت أجيبه طبعا في إجراءات كثيرة عند الصيدلي مشان يعني وشوف روشيتا مختومة ومش عارف إيش، طبعا أنا أخذت منه حبة واحدة وبعدين رميته ما عجبني. بس وأنا قاعد عند الصيدلي تاري هذا نوع من المخدرات، يعني بيستخدموه نوع من المخدرات، يعني بحطوه باخذوا حبتين منه وزن عالي وبحطوه مع بشربوا معاه مشروبات سكر فيها سكر كثير يعني بنجنوا شوي. انا وانا قاعد عند الصيدلي اجوا 2 بعدي يطلبوا هذا النوع من، طبعا هو صيدلي محترف وشاطر وبيعرف كيف يتخلص منهم وما اعطاهمش وما باعهمش حتى يعني تحت اي ظرف. لكن هذا اقل شيء من اللي قاعد بيصير احيانا في مجتمعنا، بعض الشباب اللي قاعدين بهربوا باتجاه انواع المخدرات وانواع الحبوب اللي هم يعني بصنعوها لاحقا زي هذه اللاريكا، بيشتغلوها بطريقتهم حتى يضيعوا عقلهم شوي. يعني بالتاكيد ان احنا كل واحد وامانته، يعني انا بقول لك انه الطبيب هو مقسم يمين والصيدلاني والمهن كلياتها، يعني هي ما في مجال ان احنا لازم كل واحد يكون بدوره، بيكون بدوره بالكامل. انت قبل شوي قلت لي 3 تاريخ يعني تعيينك، يعني انا 3 هي انا ما بفكر بموضوع فقط انك انت، انا بفكر اني اقسمت اليمين. انا اقسمت اليمين، وهنا العظمه امام الله، انك انت تكون
انا على قدر مسؤوليتي تكون انك تحكي تحقق الحق وتكون انه انت يعني على قدر مسؤوليه وكمان فقط لانصاف المظلوم. والله هو هذا اللي كنت اسالك يعني انا من الصبح وانا يعني اشبب ويعني واعطي مواويل عن قصه الضمير الحي والانسان اللي عنده ضمير حي. ابو بكر يعني بغض النظر عن موقعك الرسمي وبغض النظر عن يعني الوظيفه, انت زلمه عندك ضمير وعندك وانسان, واتمنى انه تتعامل مع الجميع بنفس المستوى. وهذه الوطنية أنا يعني أنا أشيد في كثير من أبناء شعبنا اللي هم زيك وكل الاحترام وطبيعي تتعامل بطبيعتك, لكن أنت اليوم يعني من 3 آذار أنت تم تعيينك وأقسمت اليمين على أن تكون محافظ لهاي البلد. كيف ماشي الأمور معك بجد بهذا الحرب بهذه الأزمات, أزمات كبيرة أزمات كثيرة, أنت كمحافظ تمثل الجهة الرسمية الأولى, ليس لديك ما تقدمه بشكل مباشر لإرضاء الناس خاصة فيما يتعلق في الأمور المادية التي يتطلب دعم الناس من خلالها؟ يعني أول شيء إحنا بنعيش في ظرف يعني صعب استثنائي, هذا الظرف استثنائي ما عمرها عاشت القضية الفلسطينية, حرب لمدة عام, حصار على محافظتنا بالتحديد محافظة نابلس, حصار لم يسبق له مثيل, يعني يطول الحصار مش بس يعني تقول والله كل الضفة ولا كل كلا احنا لحالنا اكثر ناس يعني. فانت بدك تعيش بظرف الاستثناء, تحافظ على المنجز الموجود وتحافظ عليه مع الكلمات, تفوت النوايا الاحتلال واضحة والنوايا مبيتة, كيف بدك تفوت الفرصة على يعني عليهم, كيف انت بدك تكون مع شبابك تحمي شبابك, كيف بدك تحمي المؤسسات المنجزة الموجودة الكبيرة بنابلس من بلدية لغرفة تجارية لكل المؤسسات الموجودة في المحافظة بالشراكة مع المؤمن, كذلك المجالس البلدية والكروية, المخيمات, لجان الخدمات كلها. أنا يعني باليوم احنا بنجلس مقابل 150-200 أخي أبو كريم, يعني حتى المؤسسات انت كيف انت احنا نعطيك مثال, رحنا على البريد لقينا أزمة بالبريد, أزمة الناس تقبض الراتب بالبريد, يعني أهل الشهداء بطريقة يعني صعبة. أنا قعدت مع مدير بريد قلت له من الحين أنا بدي أفتح لك صراف آلي عندي بالمحافظة صورة, فإحنا فتحنا صراف آلي والناس هذا الشهر الناس ارتاحت, شعروا بكرامتهم, شعروا بأنه فيه لا شأنا. إحنا نحافظ. أنا بقول لك إشي زي هيك, أنا رحت على الشرطة يعني شفت النظارة مكتظة قلت لا بدبني النظارة, إحنا مش سجن, إحنا صح وتأهيل يعني كمان كنا احنا اسبوع هذا الاسبوع مع الشرطه واعلنوا انه يعني كنت سائلهم انا بيجينا كثير شكاوي صدق يعني عن نظاره للشرطه الانتظار هذه اللي بياخذوها المحطه يعني داخل الشرطه فيش عندهم لها غرفتين وبكون فيهم 50 و60 و70 واحد بناموا الواحد بحط اجلكم الله بيشلح حذائه وبحطه تحت راسه, مش كل الناس مجرمين يا عمي, في ناس بتفوت يعني لانها يعني في عندهم سوء تقدير في يعني متهم لكن مش مجرم, ومرات بيكون في جنحه صغيره يعني ارتكبها انا يعني كمان انا متاكد يعني احنا طلع خطوه بخطوه ما يعني في شيء انا اهم شيء احنا لا نكون في هون غطاء مع بعض تعال بدنا احنا نعالجه, فاحنا يعني الحمد لله وحده حال. انا اقول لك لو بدنا نقيم بسطه بالشارع احنا بندعي المؤسسات كلياتها, في عنا لجنه من كل المؤسسات يعني برئاسة المحافظة البلدية الشرطة كلهم شريكين معنا كلهم شركاء بأي شيء بالميدان, هذا مهم. احنا اليوم بنحكي الحمد لله رب العالمين نفس الوحدة أكثر وأكثر, اليوم بكرة عنا احنا يوم طب يوم السبت مثلا ببلاطة, اليوم الطبي يعني بده يكون للمحافظة كلها الناس علاج ودواء بالمجان, فاحنا يعني دائما مع بعض, اللي بده يسجل بجوز شرطي اللي يسجل شرطية يسجل الدور اللي بده يقدم الخدمة يعني, فإحنا هاي التكاملية. وأنا أقول لك أنا بحكي معك أبو كريم وقلبي يعني وعين يعني وتفكيري مع أهلنا اللي بالزيتون اللي إحنا صرنا 9 أيام 29 اعتداء بموسم قطف الزيتون, إحنا لحد الآن مداخلين كمان يعني بالمنطقة الساخنة اللي هي في مناطق يعني ساخنة, فأنت كداش في اعتداءات كداش انت تضلك متبع وعينك عليهم, ويعني
فهاي الامور كلها يعني ما المشكله انه مش قادر تعمل لهم شيء، يعني مش قادر تعمل لهم شيء. لا احنا قعدنا احنا لا احنا عملنا اجتماعين او ثلاثه ونظمنا حالنا. اليوم بينزلوا في انا متضامنين بروح معهم. انا ما بدي بنش يعني بصراحه بنش يعني نعمل اي اثاره. الناس بالزيتون بدها هي بصراحه بالمعنى الفلاح بده تلقط حباته وروح. هو هاي بالنسبه لي هذا الانجاز. انا ما بدي اروح هناك لا اعلق علم ولا اكهر. انا اللي بده يساعد اهلنا بده يروح يعني خلص يلبس المصبعنيات وينزل على المفارش على الزيتون. هلا احنا قسمنا حالنا كلياتنا في المناطق الصعبه بكون في متضامنين في متطوعين. عندنا 280 متضامن من خارج المحافظه، متضامن اجنبي واسرائيلي وكذا، بروحوا على المواقع بهدوء. احنا بنوجههم بهدوء وما بنعلن كمان انه اليوم هسه هم ببورين ولا هسه كانوا بكسرى. لا حتى قد ما انتقموا يعني صور انت احد الانتقام من الاحتلال اجى بده ترد المتضامنين بكسرى ما غدرش. بس طلعوا خلص اليوم الجانب المستطيل قص الشجر يا راجل واقتحم السكن اللي هم بي وانت سمعته بس اقتحم السكن صح. فاحنا بنعيش يعني بايام واوقات فانت بده يكون تفكيرك بكثير شغلات. اقتحم المخيم شو عمل المخيم فات على نابلس شو يعني فانت شغلات يعني كل يوم احنا هاي كل احنا والله لم نغادر المحافظه. والله انا من يوم ما صرت محافظ ما طلعت 4 مرات على رمي. صور انت كنا باجتماعات رسميه رسميه عند الرئيس. فانا غيره ما ولا بدنا نروح نفتح علاقات دبلوماسيه هون هون. احنا همنا شعبنا، همنا محافظتنا، همنا مؤسساتنا وفصائلنا والكل. احنا نتمنى نكون بكل خير. انا متاكد انه اخي كريم انت لك دور كبير وكل الناس لها دور كبير، بس كل واحد حسب موقعه. من نحافظ على المنجز، من نجنب محافظتنا النوايا المبيته للاحتلال. هذا مهم جدا. نعم. على العموم يعني نتمنى لك الاستمرار في خدمه اهلنا وشبابنا. احنا ابو كريم انا اقول لك انا بستمتع انا بستمتع بخدمه الناس، خدمه اهل بلدي محافظتي. انا بستمتع بس تلاقي ام شهيد ولا انا اشوف اسير مروح مستجن او عائله فقيره او مؤسسه اقتصاديه بالبلد او بلديه او لجنه خدمات، انا بستمتع بلقائهم. انا بكون بصراحه كاني رايح رحله. انا يعني حياتي هيك من تاريخيا ولم اعرف الاجازات تاريخيا مش بس المحافظ. وانا اقول لك ان شاء الله يا رب الله يعطينا يمنحنا القوه لخدمه اهلنا وناسنا ان شاء الله. كان في ملاحظه يعني انا حكيتها الاسبوع اللي فات واللي قبله، يعني مرات الواحد بيشعر انه الناس زي المضروبين على راسهم، الناس تعبانين اقتصاديا من الاخبار في غزه، من الاخبار في يعني المعارك هون وهون في الشمال وفي الجنوب. طبعا الناس يعني تمشي في الشارع انت بتحس انه الناس بيحكوش الا في هذا الموضوع، يعني بيحاولوا يحكوا فيه دائما، وهذا الموضوع بالنسبه لهم يؤرقهم. ناس تعبانين، واحيانا يعني في اجراءات من السلطه، في اجراءات بتكون كتير منيحه يعني فيما يتعلق في هذه الامور الاحتيال والنصب واداء الشرطه والامن والمؤسسات، يعني كتير منيح. احيانا بيكونوا مش راضيين عن اداء في 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 نوع ما او في حركه ما او في طريق ما، او حتى يعتبر انه هذا تقصير. والله التقصير الطبي، انت بتذكر زمان لما اجى عندك وزير الصحه شو قلت له انت؟ قلت له على رغم مجننا في السيستم، وقال لك وعدك انه غير وبدل، ما بدلش. حتى اليوم السيستم مش نافع يعني، والصحه بتعطيش، بتروح على المستشفى بتتعب، انت بتروح على مديريات الصحه تاخذ دواء بتتعب، بتروح بتشوف المدارس كمان بدها تحسين. يعني الله يكون في العون، احنا بحاجه لكثير من العمل. لا هو تحسن السيستم اخي كريم، يعني افضل، بس هو الموعد احنا بهذا الشهر ننهي الملف كله نغلقه، يعني هو يغلق بالكامل.
كمان احنا نطلع المشاركة المجتمعية، احنا بنلف على مدارس، بنروح كذا، بنشوف وين، بنسلط الضوء على يعني بس يبقى في خلل. انا اقول لك مساهمات الناس، مساهمات نابلس رقم واحد يعني المحافظة، يعني انا بفتخر بس اكون على طاولة الرئيس ونحكي عن نابلس بمساهماتها، بايش عملت، بايش انجزت، باي ملف، حتى لو ملف عملنا بأن بغزة، بنفتخر ان احنا، لا احنا المحافظة الوحيدة اللي هي اكثر محافظة يعني اهلها قاموا بالرعاية في كل الملفات، فهذا مهم جدا نفتخر به. فاحنا يعني بنسلط الضوء، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا يعني هاي السنة افتتاح 4 مدارس جديدة وخمسة، بس رحنا على جوريش مثلا افتتحنا 8 مشاريع اغلبها تمويل ذاتي، جزء منها من دعم السلطة بس اغلبها تمويل ذاتي. فالناس يعني الناس تحمل هون، انت تعزيز صمودك، هون ترسل رسالة الاحتلال اذا انت بتفكر بهجرتنا، لا احنا من حالنا نبني مدارسنا كمان، اذا الدول مانحة او المقاصة انحشرت، لا احنا بنعرف كيف ندبر امورنا، بنعرف كيف احنا نحافظ على منجزاتنا، ومنقول لك لا احنا هون مش مغادرين، انت اللي غادر. هذا مهم جدا، وهي بالتأكيد هي الكل بده يكون بدوره والكل بده يكون بموقع بهذا الموضوع. نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك محافظ نابلس الأستاذ غسان دغلس، كنت معنا في هذا اللقاء المباشر، شكرا على هذه التفاصيل.